فضيلة الشيخ عفى الله عنك، من فاتته الركعة الأولى من الركعة الأولى في صلاة الكسوف فهل يقضيها؟ يقضي الركعة كاملة. الكسوف في كل ركعة ركوعان، والذي تدرك به الركعة هو الركوع الأول، أما الركوع الثاني فلا تدرك به الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولا بد أن يصلي ركعة كاملة بركوعيها بعد سلام الإمام.